في فيديو النهاردة هنتكلم عن الفنانة منى عرفة، وهنكشف ليكم سر من أسرار حياتها وهو سبب رفضها لحبيبها، وهنكشف ليكم شكلها بعد عمليات التجميل. لكن قبل ما تكمل الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك، عايزين نوصل الفيديو ده 5000 لايك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زرار الجرس علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. يلا بينا نكمل الفيديو لكن بعد الفاصل. كلنا تابعنا حلقة منى عرفة في برنامج رامز مجنون رسمي، والحقيقة الحلقة كانت مختلفة جدا، ومن أول بدايتها لنهايتها كانت مليانة بالقصص الغريبة والعجيبة، وكلام كتير اتقال على إنها مفبركة ولا لأ. ده غير تعب الفنانة منى عرفة ولحظات الرعب اللي عاشتها في الحلقة دي، وشفناها لما كانت في حوض المية وقال لها رامز قولي أنا قوية، قالت منى لأ أنا مش قوية، ولما طلب منها تاني تقول أنا قوية بالعافية وعشان ترضيه قالت أنا قوية وهي أصلا مرعوبة، وقالت لرامز وهي بتعيط والله العظيم هموت نفسي، والله هموت نفسي، ودخلت في نوبة بكاء وصراخ كتير، وكملت المقلب بتاعها. وكان من اللحظات الطريفة في حلقة منى هي لحظة وقوع المصور بالكاميرا معاها في المية. المهم، وبعيد عن حالة الرعب وبعيد عن مقلب رامز، كان في سؤال مهم سألته المذيعة أروى للفنانة منى عرفة، والسؤال ده كان عن حالتها الاجتماعية، وجاوبت منى وقالت أنا عزباء، وإجابة منى بأنا عزباء بقت ترند على السوشيال ميديا. واللي حصل بعد الحلقة اننا لقينا اليوتيوبر علي غزلان، واللي كان فيه كلام قبل كده سمعناه عن علاقة بتربطه بينه وبين الفنانة منى عرفة، كتب علي غزلان بوست ونزل صورة بتجمعه بالفنانة منى عرفة، وكتب على الصورة دي عزباء ده انا حتى بضحكك. ودي كانت الجملة الشهيرة اللي قالتها الفنانة ياسمين صبري لما سألوها عن حبها لأحمد أبو هشيمة، واعتقد ان السؤال ده كان سؤال ذكي من فريق الإعداد، وكانت اكتر حاجة بتشغل الناس كون منى عرفة عزباء ولا مرتبطة. ومش كده وبس، لكن بعدها كان في لقاء لمنى عرفة في واحد من البرامج على قناة MBC4، وده كان من خلال السكايب، وسألوها ايه حقيقة الموضوع ده وهل انت مرتبطة بجد ولا مفيش حاجة رسمي، وكانت اجابة منى عرفة واضحة وكان بشكل قاطع وحاسم، لا مفيش حد لا بشكل رسمي ولا غير رسمي. وكملت منى كلامها وقالت انا وعلي اصدقاء، مفيش اي حاجة بينا ولا هيبقى فيه، احنا اصدقاء جدا وبنشتغل مع بعض وبيننا اصدقاء كتير مشتركين، بس مفيش بينا حاجة ومش لازم عشان اكون بخرج مع حد وبنتصور كتير نبقى مرتبطين. والحقيقة ان منى شابة وزي القمر، بس متستعجلوش على البنت لانها برضو لسه سنها صغير ولازم يكون عندها فرصة انها تختار صح، واحنا طبعا بنتمنى ليها كل السعادة وحياة مليانة حب ونجاح. اما بالنسبة لعمليات التجميل، فكنا سمعنا قبل كده ان منى عملت عملية تجميل في انفها علشان تشبه نجمات هوليود، ولاحظ البعض ان في فرق بين صورها زمان وصورها دلوقتي، وان انفها بقت اصغر كتير عن الاول. لكن في ناس تانية نفت الكلام ده وقالوا ان اختلاف الميك اب هو اللي بيبين ان في اختلاف في شكلها وان ملامحها مش محتاجة اي تجميل. عشان كده احنا بنترك اجابة السؤال ده ليكم انتم، هل فعلا منى عرفة عملت عمليات تجميل ولا لا؟ ياريت تشوفوا الصور وتكتبوا لنا ارائكم في التعليقات، هل منى عملت عمليات تجميل ولا لا؟ وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، لكن لسه اسرارنا ما خلصتش، استنونا في فيديوهات جديدة وأسرار جديدة على قناتكم أسرار النجوم.